النقد هذا أمر ضروري، فلا يقوم البناء إلا على النقد، ولكن النقد له ضوابط كما تقدم. الأمر الثاني عدم التجريح في ذواتهم وأشخاصهم. الأمر الثالث المناصحة، يعني بعض الناس دائما يتحدث في المجالس، وسألت نصحتهم وكلمتهم قال لا. الأمر الرابع إن كان الكتاب عن هذا الموضوع بيان مصالح والمفاسد في ذلك، وأن بالذات قناة NBC لا تنشر لأهل العلم يريد الصدع به في الحق ولا سيما في ظل الأحداث، لأن مهمة العالم تتجاوز الفتوى في الحيض والطهارة والصلاة المتعلقة، هذه أمور شرعية لا شك في ذلك، وهي طرحها وتقريرها وفيدة الناس بها. ما هناك شيء اسمه في الدين لب وقشور، هذا غلط، الدين كله لب. ولكن الذي يتحدث عن هذه القضايا يتحدث عن ما هو أيضا أهم من هذه الوصية في ظل الأحداث وفي حين التلبيس، وهي قضايا الولا والبراء. فليس في القرآن ذكر لقضية أكثر من قضية الولا والبراء، جاء في القرآن أكثر من 1000 آية في الولا والبراء، ليس يغض الطرف عنها. ونحن ندرك أننا تكلمنا على الولا والبراء من أول ما نطعن فيها هذه القناة الماجنة التي تنشر كل خزي كل عار. الله المستعان.